فيكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو انا كتير 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 متحمسة لانه لاول مرة على القناة رح اعمل تحدينا لليوم. يمكن يكون شوي غريب بس كمان حلو، في ناس عملوه على يوتيوب اكيد شايفينه قبل، واللي هو تحدي ممنوع نقول ايه او لا. طبعا فكرة الفيديو صعبة حتكون كتير، انتو ممكن تفكروا انه او سهلة، بس وقت كنت تجوا تتحاوروا مع الناس بتحسوا انه كل كلامكم واغلبه فيه ايه او لا. مثل ما شايفين اليوم الكرسي فاضي، فاكيد انا ما حقدر اعمل التحدي لحالي، لازم يكون حدا معي. ضيفنا لليوم واللي هو اخوه محمد. هو اخي محمد اكيد شايفينه بفيديوهات الماضية، وخصوصي بفيديو فلوج وعيد ميلادي كمان. فا ايه ما لقيت غيره جيبه بالبيت. فبتعرف انت شو الفيديو صح؟ ايه تحدي ممنوع نقول ايه او لا. ايه ممنوع نقول ايه او لا. الفكرة ماني مجهز شيء كلام. ولا انا، ما حدا مجهز شيء ولا في شيء، بس انا لازم نجيب دفتر نحسب الاغلاط. وجيبي انا بحضر. صحيح، اللي ما بيعرف هو عنده قناة على يوتيوب هو ومودة واخت ثاني اسمها اطفال تيوب ام ام، فروحوا شوفوهم واشتركوا بقناتهم، وانا بطلع معهم فيديوهات قليلة. وهذا الدفتر حنحسب فيه اغلاطنا كانه عكس الهي. تمام حاشلح، يعني احنا مو مجهزين ولا شيء، لا حمود مجهز ولا انا، يعني هيك بدنا نحكي اي شيء و... اي شيء بيجي على لساننا، بس ممنوع نقول ايه او لا. بس بدي اقول انه اللعبه ممنوع نقول ايه او لا، وكل واحد بيطلع له 15 سؤال لحتى يحكي مع الثاني. اكيد الفائز حيحكم على الخسران عقاب على كيفه. وانا متحمسه صراحه اني اعاقبه لانه مجهز له عقاب ببالي. قولوا ان شاء الله. حنلعب حجره ورقه مقص. يلا حجره ورقه مقص. حجره ورقه مقص. شو قصيته؟ اوكي يلا تمام يلا حنبدا. جاهز؟ بدا يسالي بس انا ما كثير بركز. عملنا نفس هذا الفيديو على قناتنا انا وموده. ايه صحيح، نفس هالفيديو نفس فكرته على قناتهم، حترك لكم رابط قناتهم ورابط الفيديو. العقاب بس فتاك شوي يعني. مرحبا. سلام. عادي يا جماعة فيه وشة شوي. شو رد عليك بالليل؟ فيك ترد أي شيء إلا إيه أو لا ممنوع. اسمك محمد ما؟ أي هون؟ تيش حمود لسه ما حكيت شيء دغري خربط، فأنا متقبلة اليوم عاقبه. واحد متفائل. أنا من وين أنت؟ من سوريا. أكيد؟ أكيد. إيه صحيح صحيح، نسيت الكون ممنوع يقعد يفكر، عن جد ممنوع تفكر. خلص مجرد ما أسأله فورا بده يجاوب، إذا قعد فكر بتنحسب عليه غلط، فهمت؟ إيه. أنت من سوريا صح؟ من سوريا. كم عمرك؟ عندي 9 سنين. تأكد؟ تأكد. مو قلت لي صار عمرك 10؟ لا. متحمس اليوم لتصور الفيديو ولا عادي هيك؟ متحمس. شو أكثر فيديو متحمس تعمله على قناتك؟ ما بعرف. مين أكثر إخواتك بتحبهم؟ ولا حدا. ولا حدا؟ غير مؤمن. شو أكثر بلد بتحب تسافرها؟ ما بعرف. اسم بلد، شو اسم بلد بتحب تسافر لها؟ أمريكا. احكي للمتابعين أنت شو هواياتك؟ شو عندك هيك مواهب؟ كرة قدم، سباحة تقريباً، شعر. عن جد بتحب الكرة؟ بحبها. ايه انت اللي ذكرتني. واو باي. يا جماعة لسه صاروا 5 اسئلة او 4 اسئلة وصاروا 3 ايات. لا الايتين ايتين ولا واحدة. واو بتحب ماما؟ بحبها. انت السنة الجاية اي صفحة تروح؟ رابع. بتحب السباحة؟ بحبها. شاطر فيها يعني؟ عادي. شو بدك تصير لما تكبر؟ مهندس وله علاقة باليوتيوب. حلم بتحلم فيه ونفسك تحققه. يعني حلم حلمته ولا لا لا حلم انت بدك تصير، يعني حلم يعني طموح. بتفكر شوي اتذكر بدي اصير شيخ، انه اعرف القي، انه انا كثير بفرط. ضحك. لا حقيقه عن جد.
لا حقيقة عن جد. لا حقيقة عن جد. صاروا 4 بيكسات. باي باي. أنا طالع. لا حبيبي لا. استني أنا طالع في عقاب عود. بتحب تربي حيوان أليف؟ عادي مو كتير. يعني بتحب يعني نفسك تربي شيء؟ نفسي بس مو أو ماي جاد يعني مقتل حالي. شو هو الحيوان؟ سمكة أو هامستر. بتحب الكلاب يعني بتحب تجيب كلب على البيت وتحطه هيك؟ ما بحب. حمود ما في احسب لك اياها غلط. ما عاد عم يفكر فيها ساعة. لا قلت هيك انا. لا هيك بدك تشلف شلف على السريع. لك ايه ايه لك ايه لك ايه. لا 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 لك ايه ايه لا لا خلص انا بتعاقب يعني. لك ايه هي وحدة. لا لا كم مرة قال لا لا لا. اوه بس حرام حقسم له اياها مرتين. واحدة شوفوا انتوا ما تطلعوا على الخط هلا بس شوفوا كم كل هدول. فرجيني كم سؤال صاروا. ما بعرف. هلا بما انه انت بتحب السيارات كثير 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 فشو اول ما تكبر شو اول سيارة بتتمنى تجيبها؟ فورد موستانج. بس وقت اكبر اكيد حيجي سيارات اجدد السريعة الصغيرة بس اكيد حيجي احلى منها. اوكي كأنك قلت ايه؟ والله سمعتها. ما قلت هيك تحسسيني لا عن جد والله سمعتها بس انه ما كنت عم بفكر بالكلمة اللي قلتها. شو اكثر اكلة بتحبها؟ قلتها وحشي راحت بالبالي. كثير بتحبها؟ بحبها كثير. هذا التحدي بتخليني اتلبك. ما انا هيك عم تطلع في نظرات ثاني بيخليني احس انه شو عم بحكي على غلطان. عندنا تحدي. انا ولا مره جربتها فما بعرف انا شو حيطلع معي يعني. عشان هيك ما عم هيك اقدر اتمسخر عليه بخاف انا اطلع فشله اكثر منه. شو بتفضل اكثر المدرسه ولا القعده بالبيت؟ المدرسه. ليش؟ بستمتع اكثر هيك. طيب والقعده بالبيت ما بتشبع نوم بتكيف بترتاح؟ مل كل ما يحكي كلمة خايف يطلع معه حرف الـ A أو حرف كلمة A أو لا. طيب شو أكتر شي بتحبه فيني؟ ولا لا بصراحة ما بصير هيك تقول ولا شي. شو أقول؟ تفكر ما عندك يعني النوادر اللي بيطلقوا طول الليل. مصدومة بجد ومش بنطق ولا عارف أرد. مصدومة عشان شو أكتر شي بتحبه بحالك؟ كل شي. الثقة؟ عمياء. مية مية. شوف هلأ أنا رح خيرك بين لونين أنت بتتقلي بهاد بحبه أكتر أو هاد تمام؟ أحمر ولا أخضر؟ إيه شوف إيه بيه إيه لا والله قلت إيه ما سمعته. قلت إيه صح قلت بيه. شو بيه هي شو بيه يعني بضحك عميل أنت. المهم قال إيه ما خير فيه. ايه احمر ولا اخضر بسرعه. احمر. ايه بتحب تسبح بالبحر اكثر ولا بالمسبح؟ بسبح. بتحب تسافر ولا لا؟ نص نص. كيف يعني نص نص؟ يعني عادي اذا صح لي سفره بروح. بتحب العلوم اكثر ولا الرياضيات؟ علوم. ليش؟ لانه ممتع اكثر من انسى بحبها اكثر. ايه بتحب موده اكثر ولا البيبي؟ بيبي. كأنه صار دوري. ما بعرف انا ما حسبت الاسئله بالاخر ضعت بس خلصت. خلصت دوري؟ ايه تعال نعد كم واحد. ايه لا ايه لا ايه لا ايه لا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. فحمود 8 وانا لسه ما بلشنا. صراحة كثير خايفة من حالي هيك اتفشل بس يلا. سلام عليكم. وعليكم السلام. لساتني بتلبك انا. مرحبا. اهلين. شو اخبارك؟ مشتاقة. كم عمرك؟ 14. متأكدة؟ طبعا يعني. ايه امتى ساوين عليك عيد ميلادك؟ تاريخ شو؟ 21/5 بعد اليوم. متأكدة؟ لا عم بمزح. لا طار علي اول غلط عادي لسه اول غلط. يلا انت شو اكثر نوع ملابس بتحبيه؟ رياضي ولا هيك تبع سهرات او فساتين اعراس هيك؟ اعراس بترتاحي فيه؟ عادي. متأكدة؟ كان بدي اقول
لا لا ما كان بدي اقول شيء. بدي اقول لهذيك الكلمه الممنوعه. مين اكثر شخص بتحبيه باخواتك بعد مؤمن؟ موده. بعده اكيد يعني انت في غيرك. انا اكيد يعني بتحبي حالك مغروره. مين اكثر بالنسبه لك اعز على قلبك، ماما ولا بابا؟ الاثنين. الاثنين متاكده؟ سو انا صاروا اثنين وهو لسه ثمانيه. لو اشتريت لك سياره صغيره ويعني مثل نوع بيجو صغيره هيك، يعني سياره صغيره تويوتا وهيك، بتقبليها ولا لا؟ شو رايك؟ شو بتحبي اكثر، تكون غرفتك زهريه ولا زهريه ولا زرقاء؟ طبعا زهريه. بتحبي البنفسجي؟ بحبه كلون بس كديكور لا. طيب خيرك بين استنى شوي. شو؟ لا لا سوري سوري. يلا لك لا. انا هيك عم بعمل بحالي. ثلاثة. لانه انا نيتي صافي يعني ما بقبل اني اغلط وهيك. وانا كمان هدول نصهم انا قلت انا. طيب رح خيرك بين نوعين من المكياج، بتنحط هون ولا بتنحط هون؟ هي اسمها اي شادو. اوكي طيب ولا ما بحب الحمراء الاي شادو. ليش؟ هيك يا اخي حمراء. طيب الهادا هادا ولا الخدود بتعملوها؟ بشر حلو ايه بس اضيله الفون بيش. على فكره انت ما عم تركز. لا لا قلتي لا. شو قلت؟ قلتي لا. منيح ما انتبهت. منيح ما انتبهت هذيك. لا لا ماما ما بحكيت شيء والله والله عم بمزح معهم انا. هاتي هاتي يا الله يا الله. واحد اثنين ثلاثة خمسة. ايه بس انت كمان هلا لازم ركز يعني صرت بوضع خطر. اوكي لا مو خطر انا هلا كثير انا قمة الفرح. طيب انت هلا عندك 8 اغلاط. لا بس تنتين تصير مثلي. شو بتحبي اكثر المناكير ولا الاظافر الطويلة المركبة؟ انا اظافير طوال فمناكير. لو خيروكي بين استديو او غرفة نوم اللي بتحبيها؟ استديو. فكرت كثير. لا لا ما فكرت. طيب. شو ما صارت ثانية لسه. طيب استديو؟ متأكدة؟ ايه. لا تبعت اغلاط. على فكرة تقريبا باقي لك سؤالين بخصوص انت. سؤالين ما؟ متأكدة كثير؟ انت خسرانة اجباري. قلت ما لا ما طالعت. ما لا ما طالعت. ليش؟ يا فرحتي. واو كيف؟ طب هلا اخر سؤال اوكي؟ ليه؟ لا هلا من شوي سؤالين. لا العقاب انا بدي اعمله. العقاب على فكرة عيب يعني. لا مو عيب. قناتي بدك تعاقبني. لا بدي اعاقبك. خلصني طيب. كم نقطة انا؟ 9 وانا 8 يعني نقطة واحدة ربحتني. هي انا وهذا حمود. هلا هو بده يطلع كل طاقته السلبية علي. لا. لانه خلصني بدي افكر. اوكي يا جماعة بتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة واكتبوا لنا كومنت تحت شو حابين تحديات مو معه بس مع مودة لانه اكيت منه. العقاب هو انه 2 hours later. احكي بسرعة. لا استني هذا انت 2000 years later. يعني انا متحمسه بداية الفيديو واقول انه بدي فش خلقي اليوم فيه وبدي عاقبه وهيك بتطلع النهايه. بدك تاكلي بصله. ما بستاكل كل شيء الا بصل. لا لا بدك تاكلي. لا بصل لا ما في ما كيفك. ايه وهلا اخترت انا عقاب ثاني انه غمض له عيونه وشخبط له على وشه. شو؟ بالحمرة هي. حجيب هاي؟ اجيب السلم. طيب فيني ارفعها شوي هاي بدي اكتب. بدك تكتب شفي ورقة. يا حد استنى حسب الحجاب. لا ما الحجاب هون بجبينك. شلون
ما بعرف اذا صح. لا والله بجد مسح. احس هيك هيك حمراء عم تكتب. شباب اصلا الدنيا شو بكتب ما بطلع ما حتبين. ما بعرف اذا صح. يجي شوي اللي فوق معه ما ميلا بطلع بالليل. لا شو كاتب؟ ما حد ديسلايك. اوكي حروح امسحه بصير ننهي الفيديو. لا بدك تنهي فيه. طيب يا جماعه سامحوني على هالمنظر، يمكن اول مره تشوفوني هيك على القناه. اوكي لما ما انكسر شيء طار الغطا. وهي عم تمسح هلا. والله اوكي بنات خليني اروح مسح هلا. قبل ما اروح بدي لكم لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو اذا حابين هيك نعمل تحديات كمان، وتشتركوا بالقناه اذا لسه مو مشتركين، واهم شيء تفعلوا الجرس. واعذروني على هالمنظر بس تعرفوا انتم الاخوه. وبدي لكم كمان لا تنسوا تروحوا تشتركوا بقناتهم وتتابعوا فيديوهاتهم، فيديوهاتهم كثير حلوه. وهيك حاترك لكم رابط قناتهم تحت بصندوق الوصف، ورابط الفيديو نفسه اللي هلا لعبته انا وياه ممنوع نقول ايه او لا على قناتهم. مو انا وياك، انا مودة. ايه انت مودة. واذا قدرتوا تكتبوا كومنتات او شيء لو من طرف حبيبة. وبدنا لكم نهاية الفيديو تحياتي.